بشكر سيادة النائب أحمد البعلي عضو مجلس النواب. الخبر اللي جاي معانا عن أكاديمية الشرطة، بكرة في مؤتمر صحفي بمقر الأكاديمية للإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية لسنة 2018. اللواء الدكتور أحمد إبراهيم رئيس الأكاديمية هيعلن عن شروط القبول بكلية الشرطة بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وأيضا الثانوية الأزهرية. معايا على الهاتف الزميل فتحي أبو سليمان الصحفي المتخصص في الشأن الأمني. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور جيهان، ومساء الخير على جميع السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، عايزة أعرف تفاصيل أكثر عن قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية في أكاديمية الشرطة. خليني أقول لحضرتك إن وزارة الداخلية دعت الصحفيين والإعلاميين غدا الساعة 11 صباحا لإنعقاد المؤتمر الصحفي السنوي للإعلان عن قبول دفعة جديدة للطلاب خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وما يعادلها للالتحاق بكلية الشرطة. نعم. أنا عايز أقول لحضرتك إن الشروط السنة دي واللي بتأكدها مصادر أمنية مش هتختلف كتير عن السنة اللي فاتت من حيث المجموع وشروط الجنسية المصرية لأبوين مصريين، وشروط أيضا تتعلق بالقوام والطول والعرض والقوام والشروط الأساسية والرئيسية لكل عام. أيوه. طلاب كلية الشرطة زي ما أقول لحضرتك إن كل عام يقبل على كلية الشرطة ما لا يقل عن 30,000 طالب للالتحاق بها، وده بيؤكد ويبرر إن كلية الشرطة من ضمن الكليات اللي الشعب المصري كله بيقدم عليها نظرا للوطنيه والفداء وروح التضحيه التي يتميز بها ضباط وافراد الشرطه. وكمان عايز اقول لحضرتك ان المرحله اللي بتمر بيها الفتره دي واللي خسر فيها ضباطنا وقدموا ارواح كتير للتضحيات خلال الفتره الماضيه لم تثني طلبه الثانويه العامه والثانويه الازهريه عن الالتحاق بكليه الشرطه. ده كمان عايز اقول لحضرتك ان في ازدياد كل عام عن العام اللي قبله في التقدم بكليه الشرطه. المؤتمر الصحفي واللي يعقده اللواء احمد ابراهيم مساعد اول وزير الداخليه مدير رئيس اكاديميه الشرطه وكبير المعلمين ومدير الاكاديميه ومدير الكليه، ده كله هينعقد صباحا بحضور الصحفيين والاعلاميين في الثانيه عشر والنصف ظهرا. عند حضرتك فكره عن ابرز الشروط لقبول الطلاب في الاكاديميه؟ عايز اقول لحضرتك انه المصادر الامنيه اكدت ان المجموعه السنه دي اللي هتاخد منه اكاديميه الشرطه هو 65% لطلاب الثانويه العامه والثانويه الازهريه فما اكثر. كمان اللجان هتتقسم لسبع لجان، اللجنه الاولى اكثر من 95%، ودي بتبقى اللجنه اللي بتؤكد على اهميه الدور العلمي، ودي بتبقى من اكثر اللجان اللي بتاخد منها كلية الشرطة وبيلتحق منها ضباط في أكاديمية الشرطة. كمان من ضمن الشروط عدم حصول أو عدم صدور أي أحكام جنائية على المتقدمين أو على أقاربهم حتى الدرجة الرابعة. أيوة. عدم انتماء أي وجود أي انتماءات سياسية أو وجود أي عوارض أو حوادث جنائية عليهم. سجل خلو سجلهم من الحوادث الجنائية والإجرامية والسوابق الاتهامات. كمان شروط الطول والعرض والقوام يشترط على الطلاب المتقدمين لاداء للالتحاق بالكليه عدم ما يبقاش اقل من 175 سم للطول، وكمان عرض من اقل من 75 سم عرض. كمان عايز اقول لحضرتك ان الوزن بيبقى ناقص 100 عن الطول، يعني كان هو مثلا 170 سم يبقى وزنه 70، ده الوزن المثالي. وكمان في شروط رياضيه بيؤديها الطلاب الملتحقين للالتحاق بالكليه زي الجري والقفز وقفزه الثقه والالعاب الرياضيه والعقله والضغط. كل دي شروط هيتم التقدم ليها. كمان فضلا عن التقدم للجنه طبيه على اعلى مستوى لبيان خلو الطلاب الملتحقين والمتقدمين من اي امراض، ايوه من اي امراض جلديه او امراض معديه او امراض في الشكل العام والقوام، وده اللي بيبحث عنه وزاره الداخليه في الفتره الاخيره. وهي البحث عن ضابط شرطه عصري يخلو من جميع العيوب الخلقيه والعيوب العلميه والمهنيه، وده بيكرس لفكره
مكافحة الجريمة بشكل تأهيلي وبشكل بشري وشكل علمي بشتى الطرق، وده اللي بتأكده مناهج التربية في وزارة الداخلية وفي كلية الشرطة ومعاهدها وكليتها وكلية الدراسات العليا في كلية الشرطة. عايز أقول لحضرتك إن المناهج في كلية الشرطة حاليا تم، وخاصة بعد 25 يناير 2011 تم إدخال مواد جديدة جدا على طلاب كلية الشرطة، زي مواد حقوق الإنسان ومواد التأهيل العلمي ومواد التدريب البشري. مواد حقوق الإنسان دي مهتمين بها بشكل كبير جدا، واللي بيدرسها كل الطلاب في كل ترم من كلية الشرطة. إن شاء الله يا أستاذ فتحي يتم اختيار أفضل شباب الوطن لهذه الدفعة بإذن الله. بشكر حضرتك زميل فتحي أبو سليمان الصحفي المتخصص في الشأن الأمني.